ألو، معكم ساهو. كثير سهرك، علاش ما كملتوها ليش؟ حبيت الاغنيه نسمعها اليوم. يلا مساء الخير عليكم مشاهدينا، صح فطوركم صح شريبتكم، طليت عليكم بالقفطان الجزائري مع خيط الروح، وطليت عليكم بعده ملابس تقليديه. طلعت عليكم بعدة ملابس تقليدية. اليوم حبيت نطلع عليكم بالنايلي، النايلي الخاص بولاد سيدي نايل، أكبر قبيلة معروفة في الجزائر وفي في إفريقيا كامل، يعني هي أكبر قبيلة عربية. فتحيتنا ولاد سيدي نايل، واليوم راني بسعدية نايلية. بعدها راح نحكيكم عن المصممة تاع هذا الإطلالة تاع هذا اليوم. تحيتنا كبيرة لريان. يلا احنا متواصلين معاكم. يلا مشاهدينا خلونا نحكوا على الإطلالة، نقدروا نحكوا عليها. يلا نكملوا نحكوا على الإطلالة، لازم نعطيكم الاسم قبل ما ننساه. نوال شباح، يلا نوال شباح لا كاملين، نقولها ثانك يو سو ماتش على الإطلالة النايلية اللي قدمتيها لنا اليوم، ونقول لكم مرة أخرى صح فطوركم. نروح نتعرفوا على هدايا اليوم ونعاود نقولوا لكم. رحلة مدفوعة التكاليف إلى الغرب الجزائري، تلمسان مغنية وهرا ومستغانم لمدة 5 أيام و4 ليالي في فندق 4 نجوم. رحلة أسبوعية إلى تونس لمدة 6 أيام و5 ليالي في فندق 4 نجوم. رحلة مدفوعة التكاليف إلى تركيا في فندق 4 نجوم أو 5 نجوم لمدة 7 أو 8 أيام. رحلتين إلى تركيا مع عمرة بالنسبة للحلقة الأخيرة. كل الرحلات المقدمة تكون لشخصين، بمعنى الفائز والمرافق له، إلا العمرة تكون لفائزين اثنين، كل واحد وحده. كل هذا مع رجعنا لكم مشاهدينا. نذكر مشاهدينا بالرقم الظاهر اسفل الشاشه 0542-31-47-50-05 42-31-47-50. العديد من الجوائز في انتظاركم، انتم شفتوا شويه منها لكن العديد من الجوائز موجوده. عندنا كاريسونس، عندنا جيان، عندنا اف توريزم، عندنا ايضا نشكر سبونسور تاع حلوه الترك اللي تخلى معانا، نوجه لهم تحيه خاصه. وعندنا العديد من الجوائز، طاووس وغيرهم من الجوائز. فقط كثفوا اتصالاتكم على الرقم الظاهر اسفل الشاشه ونستقبل اول مكالمه ونقولوا الو. الو 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 السلام عليكم. عليكم السلام، صح فطوركم؟ الله يسلمك. صح فطوركم. الله يسلمك اخي، اسمك ومن وين؟ من سطيف. من سطيف، اهلا وسهلا بك. تقدر تعطينا الاسم؟ فاتح، اهلا وسهلا بك يا فاتح، الله يفتح علينا وعليك ان شاء الله. امين يا رب. يلا نبداو مع بعضنا طيارة ساهو والجينجل. الو يلا أول سؤال لحلقة اليوم. السؤال الأول يقول: مدينة جزائرية مشهورة بموسيقى المالوف. جاني ما جاني عن طرف جناني. شفت السؤال؟ خوخو رماني وصفر جر طايب. يدرى قصبة. لا مالوف، المالوف ماشي شعبي.
ماشي الاندلسي المالوف. روح للشرق. قسنطينه. قسنطينه حاجه بوعوينه. برافو برافو. يلا يا اخي فاتح نروحوا للسؤال اللي بعده. مدينه اسمها جزء من راس الفيل. الفيل الفيل شو عنده؟ الو قلت لك مدينه اسمها جزء من راس الفيل. مدينة اسمها الاسم تاعها جاي جزء من راس الفيل. مدينة بدن. نير. عارف. وي. مدينة النير. كيفاش؟ مدينة النير والله. لا حاجة كاين جزء من راس الفيل الاسم تاع هذا الجزء يشبه الاسم تاع مدينة أو كيما اسم تاع مدينة. ما عرفتوش؟ ما عرفتش. اكتشوف هي في اكتشوف لا تيلي؟ ايه صح جاي عنده هكا الفيل. واش عنده هذيك الطويله هكا؟ خرطوم. الخرطوم. برافو برافو الخرطوم. يلا نشوفوا السؤال الثالث والاخير. مدينه عربيه يسمونها ام اليمن. مدينه عربيه يسمونها ام اليمن. دمشق. لا دمشق لا دمشق سوريا. هذه اليمن ام اليمن. ما نعرف والله ما نعرف. اليوم انا فرحانه بالريشات اللي فوق راسي. يلا 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 نزيد نعاونك في هذه. تشبه الكلمة مصنع. صنعاء. صنعاء. برافو برافو عليك عزيزي. تحيتنا ليك اخي مفتاح ليك ولاهلنا في سطيف. نوجه لهم تحيه خاصه. نروحوا شوفوا الهديه تاعكم ونولوا. من هنا نسعى لاختيار الاجود لكم. لوشن كاريسانس الطبيعي والمعطر للجسم. كاريسانس تستخدم تركيبة طبيعية لمزيج من الزيوت الأساسية والنباتية لتخلي الجسم ناعم وجذاب. لوشن كاريسانس الخفيف لجميع أنواع البشرة وبدون لزوجة. مجموعة لوشن كاريسانس الطبيعية بعطور استثنائية. كاريسانس كوزميتيك ناتشورال. ورجعنا لكم مشاهدين من بعد ما تعرفنا على مواد كاريسونس اللي انا شخصيا قلت لكم اني جربتها. نسيت مسرقت لكمش هذه اليوم نديها معايا. هذه نديها معايا واحدة ادتها لي مرت خويا لازم نديها معايا. شكرا كبير لكل الداعمين لبرنامج وين وسهو. ونقول لهم ثانكيو على تواصلكم معنا ومتابعتكم معنا وثقتكم فينا. ونشكر ايضا المشاهد اللي راه قاعد يتصل الان لدرجه انه قلت لكم من ايام عملوا لنا بلوك على المكالمات. سنعاود لكم الرقم الظاهر اسفل الشاشه 0542 31 47 50 0542 31 47 50. راني سمعت في الفيسبوك بعثوا لي قالوا لي باللي رانا نعيطوا يريبوندي لنا واحد البنادم ما معزوش تاع الصباح على 3 تاع الصباح بالك هوك مغلطين في النيميرو راكم ديرونجو في السيد. قالوا لي كره منك كل دقيقه شكون هادي ساهو كرهتوني في ساهو. يا عباد ربي علاش تكرهوا الغاشي فيا. تاكدوا من الرقم قبل لا تتواصلوا والرقم يعني صالح من 10 ل 11 فنستقبل مكالمات اخرى ان شاء الله. ونقولوا الو 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 الو. وي السلام عليكم. السلام ورحمة الله. صح فطورك؟ الله يسلمك. صح فطورك. الله يسلمك عزيزي. قل لي اسمك من وين؟ من سراء. أيوب البيض. أيوب من البيض. ايه تحياتنا ليك والناس البيض كلهم. بارك الله فيك. اهلا وفيك بركه. اهلا وسهلا بيك يا خويا. يلا نبداو. الله يسلمك وانت زاد ربي يحفظك ان شاء الله. صافا شويه مع رمضان ولا غالبك ولا غالبك؟ الحمد لله ربي يوفقك. شرفتينا منالكم. الله ينورك. الله يسلمك تعيش. الله يخليك. شكرا. نبداو. بارك
بارك الله وفيك بركة. نبدأ نلعبوا إن شاء الله. إن شاء الله وعلى بركة الله. ونشوفوا السؤال الرابع. عاصمة دولة إفريقية لها علاقة باللون الأسمر. يا دروش اسمها؟ عاصمة دولة إفريقية لها علاقة باللون الأسمر. الاسم تاعها فيه كلمة شغل شبه الأسمر هكا. شبه الكلمة هذه. إثيوبيا. أه؟ إثيوبيا. لا. لا، إثيوبيا ما فيهاش علاقة بكلمة الأسمر. شفت؟ شفت الذكاء وين؟ ركز ركز. نشطح في النايل على الموسيقى. عاصمة دولة إفريقية لها علاقة باللون الأسمر. شوف الذكاء في السؤال، كاين ذكاء في الحتة دي. روح لكلمة الأسمر تقدر تلقى اسم تاع العاصمة تاع الدولة هذه. رواندا. لا كاين، مش مفهمك صح. أعطيني. لا لا راك قريب راك قريب. أس 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 أسمر. أسمر أسمر. ما قلتلوش أنا. يا برافو يا أخي، ما قلتلكش خويا يا أخي، أنت عرفتها وحدك. إيه على بالي. إيه أنا قاع على بالنا قاع، حتى المشاهد على باله ما شافنيش قاع وريتلي. يلا السؤال اللي بعده. أين يقع جبل جيس؟ أين يقع؟ في دولة عربية هذا الجبل. ما سمعت السؤال. أين يقع جبل جيس؟ راح في دولة عربية. اسم الجبل؟ جيس جيس. جيم يا سين. جيس. جيم يا سين. في دولة عربية هذا الجبل. اه براس الخيمة. هذا راس الخيمة وين جاية؟ إمارات. في الإمارات. برافو برافو، شتو شاطر. الأولى ما وريتهالوش أنا. يلا بقالك سؤال واحد يا أخي، ركز معانا. السؤال الأخير، في أي بلد تحكم أقدم سلالة في العالم؟ أي بلد تحكم أقدم سلالة في العالم؟ أي بلد تحكم أكبر سلالة في العالم؟ إيه أقدم أقدم مشي أكبر أقدم. يا لا هم عاملين هكا. والله ما سمعتكش. ما عندكش تلفزيون تشوف باش نقدر نعاونك؟ عندي عندي نشوف. صح عينيهم هكا دايرين، ياكلوا الروز بزاف. فين؟ لا ليه مسميها تشبه لها هكا قريب هكا قريب. كاين الصين وكاين الاخرى. ليا ليا يابان. يابان. اليابان. برافو، تحياتنا ليك يا خويا، تحياتنا ليك اخي العزيز، وسلمنا على العائله. اني سمعت صوتها، قولها شكرا بزاف على المساعده تاعها ليك. ويلا نشوفوا الهدية تاعك ونعاود نقولو. هذا البرنامج سيقدم برعاية جيوم إلكترونيك. هذا البرنامج سيقدم برعاية جيوم إلكترونيك. ورجعنا لكم مشاهدينا. اليوم راني نشوف في الشباب يشاركوا اكثر من البنات. يلا يا بنات كتفوا اتصالاتكم على الرقم الظاهر اسفل الشاشه، خلونا نربحوا مع بعض دوكا مقابله حلوه الترك تاع جميل. وجه لهم تحيه لدعمهم لبرنامج وين ويذ ساهو. شفتوا انا متهليه فيهم، ثاني يقولوا لي ماكيش متهليه في جميل. ها ها. ونشكر كل السبونسرز قلت لكم اللي دخلوا معنا، ومازال السبونسرز راح يفوتوا معنا. الاطلاله هذه برعايه ناريمان. دوكا نحط لكم اللوغو تاعها ان شاء الله في الجينيريك، وايضا على مواقع التواصل الاجتماعي راني مطاقيتها. اللي لبستني عفوا شباح
نوال شبه تحيتنا ليها. ريان برازي هو المسؤول على الإطلالة، حب يخليني نطلع لكم بالزي التقليدي تاع أصلي لأني نايلية وأفتخر، وفوق راسي ريشة كما راكم تشوفوا. إحنا هذا تقاليد تاعنا. خمسين خمسين. تحية كبيرة للفنان القدير والكبير. المخرج راه خايفني تضرب بالعين، دلي هذا التخربيشن. يلا وإيمان تقولنا رانا نستناو في اتصالات الاعزاز علينا ان شاء الله. فقط حبيت نقول لكم نكمل نحكيكم على الاطلاله النيليه اللي كيما قلت لكم في اول الحلقه انه لاكبر قبيله عربيه في افريقيا، فنفتخر بكوني انا نيليه، وان شاء الله العديد من الملابس التقليديه راح تشوفوها في الحصص الجايه، هكا باش نحافظوا على تراثنا وما يحاولوش يدهونا لخاطر بزاف 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 دهونا صوالحنا بزاف، خيط الروح، هالقفطان، هالكراكو، هالنيلي، هالقبايلي، نو جزائر خط احمر هاشتاج. اوكي ونشوفوا مع ايمان اذا في مكالمه. يلا يا ايمان تقولنا مازال الوقت باش نلقاو مكالمات. يلا نقول لكم انا نعاود نذكركم بالهدايا، نشوفوا الفيديو مع بعض ونقول لكم. الو معكم ساهو. بعد 12 سنة من الغياب يعود سيرك عمار حتى يطل على كل الجزائريين في رمضان الكريم. مجموعة من الهدايا مقدمة من سيرك عمار لكم أنتم مشاهدينا. وحتى نذكركم سيرك عمار راهو فاتح أبواب لكم كل سهرة في الصابلات. سيرك عمار للفرحة عنوان. رجعنا لكم مشاهدينا بإطلالة اليوم اللي راني بزاف فرحانة بها، وتقول لكم إيمان أنه في مكالمة ونقولوا ألو 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 ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، كيفاش أختي؟ لاباس الحمد لله. نقصي من التلفزيون وسمعيني من التليفون. واصوري نقصي في التلفزيون. نقصوا له بزاف بزاف. يلا يا عزيزتي صح فطورك. الله يخليكي. قولي لي اسمك ومن وين؟ أم منال من سيدي. عفوا؟ أم منال من سيدي بالعباس. أم منال من سيدي بالعباس، تحياتنا ليك ولناسنا في بالعباس، أهلا وسهلا بيكي وبناس الغرب. الله يخليكي يا عزيزتي. يلا راكي جاهزة باش نلعبوا؟ ان شاء الله ان شاء الله. ونقولوا بسم الله ونشوفوا السؤال اللي بعده في طيارة ساهو.
يلا، مدينة اسمها من أجمل الأسماء التي انتشرت في الجزائر. شتي عندنا اسم آسيا كما قارت آسيا. فهذا السؤال يقول، أقرأه في التلفزيون، يقول مدينة اسمها من أجمل الأسماء التي انتشرت في الجزائر. شفتي اسم آسيا، قارة آسيا، احنا مسميين بزاف آسيا في الجزائر. كاين اسم واحد آخر تاني شايع بزاف وهو اسم تاع مدينة. يلا يلا، في حرف الصاد. ما عرفتوش، ما عرفتوش. كيف ما عرفتيش؟ اكيد نساعدك، بصح كيف ما عرفتيش؟ سهل. كاين اسيا، كاين صو، صون، صون، صوريا. لا اكي قريب، بصح نحي حرف الراء. صونيا. صونيا، صونيا، برافو برافو برافو. يلا السؤال اللي بعده، اين يقع مسجد قرطبة الكبير؟ قرطبة الكبير. تقدري تقرأي الأسئلة في الشاشة. تحياتنا ليك يا محتقار، تحياتنا للمخرج محتقار. أين يقع مسجد قرطبة الكبير؟ أين يقع مسجد قرطبة الكبير؟ إسبانيا. إسبانيا، برافو برافو. يلا بقى لنا سؤال واحد. ولاية جزائرية اشتهرت باسم برج حمزة، ما هي؟ ولاية جزائرية اشتهرت باسم برج حمزة. برج حمزة، برج حمزة، حتى هي تبدأ بحرف الباء. لا ها؟ وش اسمها؟ ما عرفتوش. لا سهل. لا ارجعي للوسط. ارجعي روحي للمدن يعني في الوسط، بصح شمال. بيتنا. لا لا لا، شمال، اطلعي لفوق. با بوي. راح يقتدي المخرج. جابتها جابتها، انا نقولها مبروك عليك. معليش بصح جابتها، قالت بويرة وراحت. بالبركة عليك يا عزيزي، والله ما خلي خاطرك يروح هكاك. نشوفوا الهدية تاعك ونولوا ليكم. حلوة تركيا الجميل، لسنا الوحيدين لكننا الأفضل. ورجعنا لكم مشاهدينا من بعد ما الأخت ادت الهدية تاعها. وش راح نقول لكم؟ إنه نطلعوا فاصل ونقولوا لكم. خضراء فيض القرآن معها.
خصيامكم. عدنا إليكم من جديد كما قالوا تاع سبيستون بكري، عاد إليكم من جديد. يلا نستقبل المكالمة من تيار تخونا لحسن ونقولوا له ألو. ألو. ألو يا مساء الخير. وعليكم السلام ورحمة الله. صح فطورك. الله يسلمك، صح فطورك. الله يسلمك أختي، حفظني إن شاء الله. الله يحفظك إن شاء الله، كل عام وأنت بألف خير. ربي يحفظكم أنتم إن شاء الله. الحصة هذه إن شاء الله تكون من أروع إن شاء الله. إن شاء الله، الله يخليك. أي الناس تعرف تهدر، تحيتنا ليك خويا لحسن الناس تيارت. الله يعيشك. يلا يا أخي نبدأ نلعبوا؟ واه نبدأ إن شاء الله بإذن الله. يلا وجينجل مع قالوا ناس زمان. ألو؟ خويا لحسن هاك معانا؟ تعرف شوية في الأمثلة؟ أمثلة إن شاء الله. إن شاء الله. يلا نبدأ بالمثل الأول ونشوفوا وش يقول. يا باني في بلاد غير بلادك لا ليك. يا باني في بلاد غير بلادك لا ليك لا. لا لي خويا بنسالك. كمل كمل المثل. راك تشوف فيه، راك تشوف في التلفزيون. هاو المثل قدامك. يا باني في بلاد غير بلادك لا ليك لا. لا ليك. كمل. لا ليك غير بلادك لا ليك لا ولا ما. شوفني دوك تعرفها. الجيران. لا 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 لا، شغل نحبو نصرعوهم بزاف باسكو ما ياخذوش الراي. لا لولادك. ها يعرفوا غير بالطريحه. لا ليك لا لولادك. مبروك عليك. ونشوفوا السؤال اللي بعده او المثل اللي بعده. يلا نشوفوا. يشعل النار ويقول واش يقول؟ يشعل النار ويقول بصح واش يقول؟ يشعل النار ويقول بصح واش يقول؟ اكمل هذه. يشعل النار ويقول. كمل الباقي. لا يشعل النار ويقول يخمم. لا لا، كاين واحد يشعل النار ويقعد يخمم. ما كاينش منها واحد يشعل النار اكيد يهرب. بصح دوكا كي يشعل النار ويقول منين جا. منين جا؟ هاني تسمع عطيت لك الاجابه، قعدت كلمه واحده. يشعل النار ولا تطفي. لا لا، ويقول يقول ما يطفيش. يشعل النار ويقول منين جا النار كي تشعلها واش يجي؟ يجي السخانة. لا لا غير، واش نشوفو؟ يشعل النار ولا دوكا كي يشعلوا النار؟ النار ولا دخانها؟ يشعل النار ويقول الدخان منين جا؟ الدخان. الدخان. برافو. معليش برافو. لا ما وريتلكش، عرفتها وحدك. يلا المثل اللي بعده ان شاء الله. يلا بالعود عاوناه ربيه. بالعود عاوناه ربيه. كلمه واحده قالت لك. كلمه واحده والله. والله شوف المثل في التلفزيون شوفوا. واه واه واه. بالعود عاوناه اهرب بيه. شغل هكا، شغل زعما هكا، شغل زعما هكا وهكا. العود
العود اللي عاودناها ربي. ايه كمل. خير. كمل. يعني زعفت. العود اللي عاودناها ربي. ايه كمل قالت الكلمة. كلمة واحدة سهلة. هربيه. الله يسفر وجهك ان شاء الله. ايه العود اللي عاودناه دار كراد ولا كذا؟ لا لا بالعود عاودناها هربيه و والله ما جبتها يا اختي. العود اللي عاودناه هو مثلا يقول لك ال مع الأسف أول تسمى أول خاسر معايا وقيل في الحلقة في بداية الحلقات من بداية الحلقات لدوكا. مع الأسف نعتذر يا عزيزي. قرارات سهيلة بلشها من هذه اللحظة أنها ما تزيد تعاون حتى واحد. نعاونكم كاع خلاص خدموا مخكم يخي راكم تفطروا احنا رانا ما نفطروش نجو نجرو عندك ناكلوا. يلا والله مشاهدينا شويه شويه خلاص عرفتوني حنينه وليتو عادروا لي النايدي باش نتكلم. شحال نحب الاغنيه هذه. يا وزيد ولاد العم. يلا نعاود نرجعو نوجه تحيه لولاد سيدي نايل والجلفه وبسعاده وين راهم متواجدين في بسكره راهم بارتو راكم بكثره ما شاء الله ربي يزيد ويبارك فيكم وربي يحفظكم ليا ان شاء الله يا ولاد اصلي. يلا خلونا نشوفوا مكالمه اخرى ونقولوا الو 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 يا مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صح فطورك ان شاء الله. الله يخليك يا عزيزتي. راكي راقدة ولا نايضة؟ بيناتهم. العام هكا. يا عمري الله يخليك ليا يا عزيزتي. شربتي القهوة تاعك؟ نعم. شربتي القهوة تاعك؟ راكي مصحصحة؟ القهوة ما نشربهاش ثاني مصحصحة. عيل. يا عمري ربي يخليك لي ان شاء الله. يلا نروح نلعبوا امثله مع بعض وين. يلا ونرجعوا للمثل اللي ما عرفوش اخونا من تيارت. يلا صح. يلا نشوفوا المثل اللي ما جابوش. يلا يلا نقول لك كلمه نفوتوه بلك بلك نعاودوه لكم مره واحده اخرى نعاودو ننشعوكم به. زغرتي يا نرجس باللارج دار واش دار باللارج. يا نرجس باللارج دار من فضلك وريني كلمه. اوكي قلت لكم نقصوا شويه الموسيقى. يلا نوضوا شويه الصوت تاع الموسيقى باش تعرف المثل. على العموم احنا رانا حاطينهم في يعني رانا حاطينهم في لاتيلي تقدري تقرايهم. زغرتي يا نرجس باللارج دار واش دار وقتاش نزغرتو حنايا دار اهي باللارج واش دار دار العرس. ايه هذيك هي دار العرس. ايه هذيك هي. يلا ومنشوفو المثل اللي بعده. المرأة اللي ما تعرفش تشطح واش تقول. تقول ما نعرف. هذيك انتيا صريحة. هذيك انتيا اللي نورمال عندك عقدة من نفسك تقولي انا ما نعرفش ندير ديك الحاجة. مي كاين اللي لا لا يمسحها في الحيط في الارض في الارض يمسحها في الارض. عندك كونيكسيون عندك كونيكسيون عندك كونيكسيون كونيكسيون ما عندي البارح.
خلاص دوك نشد النيميرو تاعك نفليكسي لك اختي هنا، تقلقيش كاع روحك. اه نفليكسي لك اختي هنا، تقلقيش كاع روحك. يلا قولي لي، تقول اللي ما تعرفش تشطح، تقول احنا على واش نشطحوا كي نكونوا واقفين، نشطحوا على واش؟ غنولي. ايه الارض وش بيها؟ كيفاش الارض وش بيها؟ لا ما بقناش وقت. عوجة، برافو. المرأة اللي ما تعرف تشطح تقول الأرض عوجة، برافو عليك. يلا نشوفوا مثل آخر. ما يحس الديب غير بواش يحس الديب. ما يحس الديب غير. يلا ها ها المخرج حبس لك قاع الموسيقى. ما قلتليش انت من وين؟ انا من وهران. من وهران، تحيتنا ليك والناس وهران. يا خويا يا خويا الله يخليك. ما يحس بالديب غير. نزيدك كلمة بصوت. بصوت ما يحس الديب غير بصوت. قعدت لك كلمة واحدة، هاني زدت كلمة من عندي. قلتي لي صوت ما يحس الديب غير بصوت. صوت اي حيوان، كاين واحد الحيوان واحد اخر. ارنب غزاله. لا زيدي كملي وذكريهم كاع عندك الوقت حتى نطيحوا فيها. قربي لي شويه. واحد كيكون بزاف واعر وفايق نقولوا عليه ديب، صح؟ واحدة كي تكون بزاف عاقلة ونية وجايحة واش نقولوا عليها؟ كيفاش هي عاقلة ونية ولا ديبي واعر؟ اه؟ تبدلت الإجابة اللي أنا نحوسوا عليها تاع اللي واعر ولا اللي عاقلة؟ لا من العاقلة مش من الواعر. دوكا عاقلة؟ لا عاقلة، ماشي عاقلة، رايحة فيها كاع مسكينة. مهدولة. صحة. في العيد احنا واش نذبحوا؟ خروف. كاين الخروف؟ اي روحي مالا من فصيلة الخرفان ولا المواشي. النعجة، برافو. هاي عاونتك ايمان، على بالك تلفت لي راحت لي باش نعاونك. والله ايمان عاونتك، تحياتنا ليك يا امونة سكريبت ايمان حساني. شكرا الله يخليك. يلا نقول لك عزيزتي الكادو تاعك راح يكون مع جيون. عزيزتي كلمة اعتذار من عند جيون، نقول لك تحياتنا ليك يا الناس وهران. كتبوا اتصالاتكم على رقم الظهر اسفل الشاشة ونشوفوا مع ايمان اذا راهي معانا مكالمة اخرى. يلا بصح احنا انا دوكا نقول لكم حاجة صراحة، حبيت نصارح المشاهدين انه انا ما نزيدش نعاون بزاف، راني انا نربح نورمالمون لي كادو هذو كامل نديهم انا، صح ولا لا نايلة؟ وي ناريمان صح ولا لا؟ ريان وين راه ريان؟ قولوا له صح ولا لا؟ فوالا نورمالمون هدايا انا نديهم باسكو انا، صح ولا لا ريان؟ نورمالمون انا ندي لي كادو، راني نعاون فيهم. ريان نقولوا له بون فواياج، غدا وراح لاسبان وراح يخلينا، لكن راح يبقى دائما متبعنا في اللوكات. ف اذا دار كاش بيتيس والله نجيبوه من لاسبان، مش حابه يروح بصح الله غالب لازم يروح لدارو، فنقولوا له طريق سلامه ان شاء الله. يلا شوفوا مع أمونة إذا في مكالمة أخرى. يلا مش مشكلة، يقول لك كان في ضغط كبير راهم يحاولوا يحكموا أسماءهم. يلا نروحوا نلعبوا. ويت حبسوا الميوزك لحظة ويت، المخرج اليوم حب يتحداني محمد تجار. دوكا نحط لكم الاكونت تاعو في الانستغرام، طيحوا ليه حبيت حداني.
صح صح واش ندير؟ علاه؟ صح كي نربح واش تعطوني؟ ندي واش نحب؟ ها شفتوا مشاهدين، ها كاين اللي خلص، كاين ميلودي خلص، صاي ميلود اليوم نربح زكارة برك. اها عندي طروازيسي صح، قال لك هادوما لازم نجيبوهم في النص. يلا بصحة على بالكم يا مشاهدين، نعاود نولي لكم مشاهدينا، راني راني ما نشوفش مليح وراهم عارفين باللي ما نشوفش مليح. صح راهم عارفين المشاهدين باللي انا عاميه ما نشوفش مليح، مي لازم في الغوج، لازم 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 تماك، لازم في الوسط، لازم ماشي قريبه هي، ما نعرفش خاطيتني. طف الضوء طف الضوء طف الضوء مشاهدينا، صبروا دقيقة ما تحكموش عليا المحاولة الأولى. يلا صبتها صبتها صبتها. لا 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 خلاص نزيد هذه، هذه الأخرى مشاهدينا أنا جبتها بصح ما حبوش يقبلوها. يا ودي والله ما نجيبها هنا، خاطيني خاطيني من عرفت. صح وشنو وش 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 راح ديروا لي؟ صح صبروا كشمشتوا واحد يلعب بالنايلي، شغل انا لابسه نايلي ونلعب ما نقدرش، شغل ثقيل. وشنو نجبد الورقه؟ اوكي وش فيها هاد الورقه؟ فيها تشالنج. منيتك؟ يا خويا يا خويا مين اللي دار هذا السؤال؟ شكون اللي داره؟ لا إيمان ما نقدرش نقرا. لا 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 معليش دقيقة خلوني نستلم هالمكالمة وبعد نتفاهم معاكم. يلا نستقبل مكالمة، يقولوا لي من خارج الوطن. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا كيف الحال؟ مرحبا كيف الحال، اهلا وسهلا. الله يسلمك. مبارك؟ اي نعم معك مبارك. اهلا وسهلا مبارك المنصوري حبيب الجزائريين. الله. كل الفنانين الجزائريين. اهلا تحياتنا لكم ناسنا في الامارات. نسلم عليكم، نسلم على الطاقم، ونسلم على الجميع، ونقول لكم مبارك عليك الشهر كامل. الله يخليك، شكرا وفيك بركة، الله يخليك، كل عام وانت بخير واهلنا في الامارات بخير. وانتم بخير وصحة وسلام، ونحن انا صار لي فترة اتابع البرنامج عبر اليوتيوب. الحمد لله. وما شاء الله البرنامج جميل ورائع. شكرا. وتعاملك مع ريان ما شاء الله بعد زاد لها طبعه يعني اجل. الحمد لله يا رب الحمد لله. ومحمل ومحمل امانه من جميع الجزائريين اصحابي اللي في الامارات. الله يخليك. كلهم يسلموا عليك وبعثوا لي اني انا اوصل الرساله. الله يسلمك ويسلمهم، تحياتنا ليه باش نذكر نقول لمشاهدينا انه استاذ مبارك المنصوري محبوب كل الجزائريين، ما في جزائري يروح الامارات الا وهو واقف معاه، فيكثر خيرك وشكرا ليك ولمساندتك لفنانينا. الله يسلمكم. وشكرا لدعمك الدائم لينا. شعينا سعيد بالبرنامج والبرنامج جميل، بس اني انا الحمد لله اليوم في الحظ اني انا اتكلم على الهواء. الله يخليك، شكرا شكرا، احنا لينا الشرف انه تواصلت معنا. مش انا مش متصل عشان اشارك في ربح ولا شيء، انا ربحان الجزائريين كلهم. الله يخليك، الله يحفظك ان شاء الله، الله يسترك ان شاء الله ويحفظك، شكرا لك ولمكالمتك الرائعه فرحتني. الله يسلمكم، وبرنامج ما شاء الله جميل وموفقين، والله ان شاء الله يبدا بخير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، شكرا لك استاذ مبارك سعيد مبارك المنصوري عفوا. الله يخليك يا استاذ مبارك، تحيتنا ليك ولناسنا في الامارات. وعلمني العصيده، علمنا العصيده، انا شفتك حطيت في ستوري على الانستغرام.
العصيدة الإماراتية. إن شاء الله إن شاء الله نعلمك. هذه العصيدة أكلة إماراتية. أها. قديم يعني. ما شاء الله ما شاء الله. خلاص إن شاء الله حطنا المكونات على الإنستغرام وإن شاء الله إحنا كنا نكون أول من يعمل العصيدة في الجزائر طبعا. الله يخليك أستاذ مبارك، تحيتنا ليك. إن شاء الله. إن شاء الله. والله يوفقكم ونحن سعيدين بالبرنامج. وجاتني كثير تعليقات، انا بعد ما عملت حطيت ستوري عن البرنامج جاتني كثير تعليقات، الكل يعني معجب ومبسوط من البرنامج. الحمد لله يا رب، الحمد لله، هذا بفضل الله ثم بفضل مجهودات الفريق التقني، ربي يحفظهم ان شاء الله، وجنود الخفاء اللي راهم واقفين على نجاح وايصال هذا البرنامج للجزائر وخارج الجزائر، وصل حتى الامارات، فهذا شرف كبير لنا. لا ما شاء الله، في جمهور انا يتابعوني من الامارات. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، تحيتنا لك استاذ. وبلغوني الرساله ووصلتها لك. يلا الله يخليك استاذ مبارك، نقول لك صحه سحورك وصحه رمضانك، وشكرا على المكالمه تاعك، فاجاتني صراحه. انا عارف انه كاين ناس كانوا يحاولوا يتواصلوا لكن ما قدروش، فكان عندنا الحظ، كان عندنا الحظ ان تواصلنا معك. الحمد لله ان صدف الحظ وقدرنا نتكلمنا. الحمد لله يا رب، شكرا لك استاذ مبارك، تحياتنا لك استاذ مبارك المنصوري، الله يحفظك. يلا وصلنا تقريبا نهايه الحلقه، لكن حبيت نقول فقط للمخرج ما كانش لازم عليك انك اصلا تبعث لي سؤال كيما هذا محرج قدام الكثير من المشاهدين. ومشاهدينا كان برك مقلب، دمتم في رعايه الله وحفظه، ننتظركم غدا الساعه 10. باي. 아아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 
هذا وهذا ماشي مقلب. شفت عم جابوا لي كادو. ميرسي بوكو تعيشوا يا قلبي. ثانك يو سو ماتش. هذه الهير ستايل هذه هي حبيبتي اللي عملت لي شعر ودائما راح تكون هي مسؤوله على الشعر تاعي. تشرفت بمعرفتك يا عزيزتي. تابعوها على الانستغرام ونايله ايضا تابعوها على الانستغرام. هذا انا كرياسيون من بودواو. بعثت لي اون روب تراديسيونيل ولا مودرن. بعثت لي ان روب. ثانك يو سو ماتش عزيزتي. تلاقينا بها من قبل ما نفوتو حبيبتي. شكرا جدا يا انا كرياسيون. تحياتنا ليكي وناس بودواو. وتهلاي في روحك عزيزتي. يلا نورمال وصلنا لنهايه الحلقه صح. انا قول موح نختم ولا لا؟ لا راني قاعدة أنا دوكا سكارا فيكم. يلا مشاهدينا نقولكم تهلا في رواحكم صحة صحوكم. نلتقي غدا في نفس الموعد. باي. ألو معكم ساهو.